بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هتتعلم 5 مبادئ مهمين في التعامل مع الانتيبيوتيك اثناء وصفهم لواحد عنده انفكشن. اول مبدا سيلكتيف توكسيستي، انك لازم تختار انتيبيوتيك يكون له سيلكتيف توكسيستي، بمعنى انه يقدر يكل المايكرو اورجانيزم المقصود او البكتيريا المقصوده سواء جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف بدون ما يعمل اي دامج للهوست سيلز او للشخص المصاب نفسه. يبقى نحتاج في الانتيبيوتيك ان يكون سيلكتيف توكسيستي. وعايز اطمنكم ان 95% من الادويه بتمتلك الخاصيه دي، او 95% من الانتيبيوتيك بتمتلك خاصيه السيلكتيف توكسيستي. الخاصيه الثانيه انك ازاي تعمل سيلكشن للانتيبيوتيك. طبعا السيلكشن ده موضوع كبير قوي يا جماعه، احنا بنشرحه في كورسات الانتي مايكروبيال او بنشرحه في كورس المضادات الحيويه، ولكن انا عايز اديك هنتات عامه كده ازاي تعمل سيلكشن للانتيبيوتيك. عشان تعمل سيلكشن للانتيبيوتيك كويس في 4 حاجات لازم تحطهم في اعتبارك. اول حاجه انك ما توصفش انتيبيوتيك الا بكالتشر، او بالعربي بنسميها المزرعه. فالكالتشر هي اللي هتحدد لك الاول نوع الانتيبيوتيك اللي انت بتختاره. طب هل الكالتشر لوحدها تكفي لوصف انتيبيوتيك؟ الاجابه لا. الاجابه ان الكالتشر بتبدا تديك انطباع عام الاول عن الانواع الانتيبيوتيك اللي بتديه، ولكن السايت اوف الانفكشن، المكان اللي فيه العدوى نفسه، هو كمان بيقرر مع الكالتشر نوع الانتيبيوتيك المستخدم. على سبيل المثال مثلا البكتيريا البروستايتس دي واحده من الاماكن اللي بيتم فيها عدوى في الجسم. لما تيجي تشوف الكالتشر هتلاقي الكالتشر بتقول لك ان البنسلين والسلفا والترايميسوبرين بيجيبوا نتيجه كويسه قوي مع العيان. على الكالتشر اللي هو انفيترو اللي هي بره الجسم، لما تيجي تدي تلاقي ان البنسلين بيفشل في العلاج والسلفا والترايميسوبرين بيجيبوا نتيجه كويسه قوي. اذا الكالتشر تحدد والسايت اوف الانفكشن يحدد. دول يعتبروا اهم عاملين لازم تحطهم في اعتبارك وانت بتعمل سيلكشن انتيبيوتيك. ومعظم الجايد لاينز اللي بتدي او بتقر بعض استخدامات المضادات الحيويه في بعض حالات الانفكشن بتكون مراعيه كويس قوي النقطتين دول، نقطه الكالتشر ونقطه السايت اوف الانفكشن. خلاص يا جماعه. النقطة الثالثة اللي لازم تراعيها وانت بتوصف مضاد حيوي هي الكوست. لازم تختار مضاد حيوي يكون سعره مناسب للعيان، وده شيء مهم في الدول اللي هي يعني حالتها الماديه قليله شويه، لسبب انك ممكن توصف مضاد حيوي يكون بيغطي السايت اوف الانفكشن كويس قوي وتكون الكالتشر قالت عليه ان هو كويس قوي، ولكن لان تكلفته على العيان عاليه فهو مش هيستخدمه او مش هيمشي على الديوريشنز اللي انت محددها للثيرابي. يبقى تاني احنا بنختار اكوردنج للكالتشر، اكوردنج للسايت اوف الانفكشن، واكوردنج للكوست. العامل الرابع والعامل الاخير هي السيفتي، او بنسميها البيشنت فاكتور، انك لازم تراعي بعض الحالات المعينه اثناء وصف المضادات الحيويه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يكون مضاد حيوي الديوريشن بتاعته 7 ايام في العلاج، ولكن لان العيان اميون كومبرمايز او مناعته ضعيفه شويه، والمناعه زي ما احنا عارفين بتسهل في التعامل مع بعض حالات الانفكشن، ممكن نطول فتره العلاج عن 7 ايام ونخليها 10 ايام او 15 يوم او على حسب الحاله وقتها. عيان زي عيان الدايبيتس مثلا يا جماعه معروف ان اميونو كومبرمايز، الاتش اي في مناعته العيانين اللي زي دول بتكون الاميون سيستم عندهم مش في حالتها الطبيعيه، وبالتالي تحتاج برولونج للديوريشن عن الديوريشن الطبيعيه اللي المفروض كان يتوصف عليها الانتيبيوتيك. فرقم 1 سيلكتيف توكسيستي، رقم 2 ازاي نعمل سيلكشن للانتيبيوتيك، قلنا اكوردنج للكالتشر، وقلنا كمان على حسب السيت اوف الانفكشن وبعض العوامل الاخرى اللي لازم نراعيها في وصف المضاد الحيوي. الحاجه الثالثه، هل في حالات معينه ممكن اتخطى فيها الكالتشر وما استناش نتيجه كالتشر وابدا استارت انتيبيوتيك على طول؟ وده اللي احنا بنسميه في مصطلح رقم 3 عندك اهو اللي هو اسمه امبيريك انتيبيوتيك، ان انت تدي انتيبيوتيك بدون ما تعمل ويتنج او بدون ما تنتظر لنتيجه الكالتشر. ايوه، في حالات محدده وحالات معينه بس هي اللي ممكن تدي فيها امبيريك انتيبيوتيك. ما بين قوسين الحالات اللي هي كريتيكالي ال، بنسميها ايه يا جماعه؟ كريتيكالي ال بيشنت، العيان اللي هو الكريتيكال ال بس اللي حالته ما تستدعيش ان انت لسه، او حالته يعني ما تخلكش تستنى انك تشوف نتيجه الكالتشر ايه، لازم تستارت انتيبيوتيك على طول عشان يغطي الحاله ده لحد ما نتيجه الكالتشر تطلع. والعيانين اللي بنديهم انتيبيوتيك هم امبيريك انتيبيوتيك، يعني هم دول العيانين اللي هم كريتيكالي ال بيشنت بس. يبقى وصف الامبيريك انتيبيوتيك له مواصفات وله شروط يا جماعه، وهو ان الحاله تكون كريتيكالي ال، او الحاله اللي هي تعبانه بالعربي قوي، يعني مش هننتظر نتيجه الانتيبيوتيك. واحد عنده سيبسز مثلا وانا مش عارف نوع الاورجانيزم الموجود، لازم استارت انتيبيوتيك امبيريك. وعلى فكره يا جماعه الامبيريك له شروط في الاستخدام وله شروط كمان في السن، يعني على حسب سن العيان بتديله نوع امبيريك ايه. انتوا واخدين بالكم؟ طبعا الموضوع في الامبيريك كبير، بس انا بديك هنت بس معلومه
عشان تكون عارف النقطه دي كويس. ان التعامل مع الامبيريك انتيبيوتيك ما هوش عشوائي كده، في شروط معينه بتحكم استخدام الانتيبيوتيك او الامبيريك انتيبيوتيك، ان العيان يكون كريتيكال ايل، وكمان على حسب السن بتاع العيان او على حسب الايدج. خلاص. السؤال الرابع، هل في حالات معينه ممكن تستدعي استخدام كومباينيشن من انتيبيوتيك، يعني احط كذا انتيبيوتيك مع بعض وانا بتعامل مع الحاله؟ الاجابه ايوه يا جماعه، في بعض الحالات المعينه اللي بتحتاج استخدام كذا انتيبيوتيك مع بعض عشان تعمل كفرج على انواع المايكرو اورجانيزم الموجود. على سبيل المثال مثلا ريزيستنس مايكرو اورجانيزم، يعني حاله او مايكرو اورجانيزم بيريزيست معظم الانتيبيوتيك، محتاج يعني بالعربي كده او بالبلدي بحلق عليه بكذا انتيبيوتيك عشان احاول اعمل سيطره عليه. وعلى سبيل المثال اشهر حاجه مثلا التيوبركلوزس او التي بي، بيدوها كذا مضاد حيوي مع بعض او كذا انتيبيوتيك مع بعض عشان تقدر تعمل كفرج كويس وتقدر تغطي او تهاجم التي بي من كذا اتجاه. حالات مثلا زي مثلا يكون مضاد حيوي لو استخدم لوحده بيعمل توكسيستي او بيعمل سايد افكت كتير، فبيحطوا اتنين انتيبيوتيك مع بعض كل واحد بجرعه صغيره عشان يمينيمايز او يقللوا السنجل ايجنت توكسيستي، او يخلوا الدواء الوحيد دواء لوحده بدل ما كان بيعمل اعراض جانبيه او سايد افكتس كتير، هستخدمه بجرعه صغيره واحط معاه مضاد حيوي تاني يساعده هو كمان بجرعه صغيره عشان اقلل السايد افكت. ايه رايك مثلا لو في مثلا حاله فيها ميكسد انفكشن بكذا مايكرو اورجانيزم، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف مثلا، ايروبيك وانيروبيك مثلا على سبيل المثال يعني، فبيحتاج احط كذا انتيبيوتيك مع بعض عشان اعمل كفرج على انواع المايكرو اورجانيزم دي كلها. في السؤال رقم 4، هل في حالات معينه بنحتاج نستخدم فيها كومباينيشن من الانتيبيوتيك؟ الاجابه ايوه، على حسب الحاله. في حالات معينه بيكون فيها ميكسد انفكشن تستدعي، في حالات فيها بتكون ريزيستنس مايكرو اورجانيزم تستدعي، في ساعات انفكشن من انون مايكرو اورجانيزم فبقرب معاه كذا مضاد حيوي، واخدين بالكم؟ فده اسمه كومباينيشن من الانتيبيوتيك، وده برضه له شروط في الاستخدام بنتعلمها سوا داخل الكورس بتاع الانتي مايكروبيال، بس انا برضه بديكم هنت سريع كده في الموضوع. اخر حاجه، ايه هي الميثودز اللي ممكن تقلل بيها البكتيريال ريزيستنس للانتيبيوتيك؟ وده موضوع كلنا بنعاني منه دلوقتي، ان معظم في حالات ممكن تقابلها كتير تلاقي عندها ريزيستنس للانتيبيوتيك ومش نافع معاها الانتيبيوتكس التقليديه اللي كانت المفروض تجيب نتيجه كويسه مع الحاله دي. اهم واحسن نصيحه ممكن اقولها لكم في الموضوع ده، انك اعمل ليميتيشن لاستخدام الانتيبيوتيك الا اذا الحاله احتاجته، يعني العيان ما ياخدش انتيبيوتيك الا اذا احتاج الانتيبيوتيك. سيبكم يا جماعه بقى من موضوع البروفيلاكتيك انتيبيوتيك ده، البروفيلاكتيك انتيبيوتيك او حد يقول لك ده انا جالي دور برد فانا هاخد مضاد حيوي عشان خاطر اغطي او امنع السكندري بكتيريال انفكشن، حتى الكلام في ده له شروط معينه، مش اي حاله كده تاخد انتيبيوتكس في الوصف او في التعامل مع السكندري بكتيريال انفكشن المتوقع لسه انه ممكن يحصل. فاهم ميثود تقدر تعملها عشان تريت البكتيريال ريزيستنس او تو بريفنت، خلينا نكون ادق، تو بريفنت البكتيريال ريزيستنس، انك تعمل ليميتيشن لاستخدام الانتيبيوتيك الا حسب النيدز، وخصوصا النيور انتيبيوتيك، الانتيبيوتيك الجديده المتوقع استخدامها. خلاص يا جماعه، اول اللي طالعه جديد يعني وناويين يستخدموها في العلاجات. فخمس اساسيات مهمه للتعامل مع الانتيبيوتيك، رقم 1 سيلكتيف توكسيستي، رقم 2 ازاي تعمل سيلكشن زي ما وضحنا، رقم 3 امتى صوصف امبيريك في الحالات اللي هي الكريتيكال ال وعلى حسب الايدج كمان بيكون نوع الامبيريك انتيبيوتيك بيتغير، حاجه رقم 4 امتى او الميثود اللي ممكن تعمل بيها تريت للبكتيريال ريزيستنت. واخيرا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل هنا على القناه باذن الله. اشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.